مشاهدينا الكرام ومتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من جديد. صباحكم مبروك وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وكيف ما ديما وكيف ما معودينكم اكيد كنديروا جوله بشوارع مدينه الدار البيضاء، كنشوفوا الاجواء كبيره خصوصا مع نهايه الاسبوع. كيف ما كتشوفوا الدنيا خاويه لانه اليوم الحد، اكيد كلشي صافي ناعس، الناس ما خدامينش كيرتاحوا شويه، الوليدات تا هما ما كيقراوش. الناس كيتمشاو الصباح بكري، صباح النور اخويا، صباح الخير، صباحكم مبروك. زكي قال لي اختي كيف صبحتي؟ الحمد لله اخويا اللي خطيك الله يكبر بيك وصباحكم مبروك. خديجه صباح النور من امستردام، وتحيه كبيره للجاليه المغربيه المقيمه خارج ارض الوطن. عدنان نهارك مبروك، شكرا خويا عدنان. نسيم صباح الورد، صباح النور اخويا. صباح الخير، صباح النور. نجاة صباح النور اختي. عماد الطريق خاوية، حقاش يوم الحد كيف ما كنعرفوا الناس كتصبح ناعسة، الوليدات ما قاريينش عفوا، يعني كترتاح شويه اليوم الحد. تفضل اخويا زكي.
خديجه واش كاين شي حاجه في كازا موجوده اختي خديجه؟ مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، كنشكركم بزاف على تبعكم لهذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر. الى